مصر لن تفلس أبدا إن شاء الله. أزمة تلو الأخرى تعصف بمصر بعد الثورة، صراعات واتهامات متبادلة ومعارك حامية بين النخب السياسية ونظام الإخوان الحاكم، صراعات في الغالب يكون ضحيتها رجل الشارع الذي لا يعرف من السياسة إلا كسرة الخبز ومأوى آمن. فهل فقدت الثورة الهدف الذي قامت من أجله؟ الثورة رجعت بالثمن، الحزب الوطني الإخواني. قرابة عامين ماضيا منذ اندلاع الثورة وتواجه مصر شبح الإفلاس، ويواصل الجنيه المصري انخفاضه ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. هرب المستثمرون والسياح وانخفضت العائدات وتراكمت فوائد القروض وقل العمل والإنتاج فزادت نسبة البطالة إلى أكثر من 12% في الربع الثاني من العام الماضي. أما الفقر فقد زادت نسبته إلى أكثر من 25% في العامين الماضيين حسب تقرير للأمم المتحدة. استمرت المعارك السياسية والتظاهرات المليونية، بينما واصل احتياطي النقد الأجنبي انخفاضه فهبط من 36 مليار دولار في ديسمبر عام 2010 إلى نحو 15 مليار في ديسمبر العام الماضي، والنتيجة انخفاض سريع لقيمة الجنيه المصري، والنتيجة أيضا تضخم وركود اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خصوصا أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الخبز المدعم. الحكومة المصرية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فاستوردت 180 ألف طن من القمح الأمريكي ضمن منحة قدمتها الولايات المتحدة لدعم السلع التموينية في مصر، والبقية تأتي من أجل إنقاذ رغيف الخبز. فالخبز قبل السياسة أحيانا، هكذا يقول رجل الشارع، بينما يقول الرئيس المصري إن الوضع ليس بهذا السوء. نحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول، وبعضها دول كبرى. دعونا نتحدث عن تحديات ومشاكل نحتاج إلى مواجهتها بدلا من إثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين. هل هي حقا حالة من الذعر والهلع غير مبررة كما وصفها الرئيس، أم أنها واقع اقتصادي مرير تعود أسبابه إلى معارك وقرارات سياسية يدفع المواطنون ثمنها صعوبة في العيش ويأسا في حياة أفضل؟ النظام الحاكم يخشى هو الآخر من الفشل، فيعمل نهارا وليلا على جمع المساعدات المالية من دول عربية وأجنبية على رأسها السعودية وقطر، ويواصل أيضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض. كل هذا من أجل إنقاذ مصر من شبح الإفلاس وخوفا من ثورة جياع لن تبقي على أخضر ولا يابس. يحاول الإخوان المسلمون الخروج بمصر من نفقها المظلم، بينما تزداد المعارضة شراسة، والكل في حالة ترقب وانتظار لما قد تسفر عنه الانتخابات البرلمانية. فهل تشهد مصر استقرارا سياسيا واقتصاديا، أم ينهار الاقتصاد وتنهار معه أحلام المصريين؟ أحمد عبد الله، العربية.